والآن مع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. حصلت مصر على المركز الثالث بين أكبر دول العالم نمواً في احتياطي الذهب خلال عام 2022، ونشر موقع مجلس الذهب العالمي أن مصر حصلت على هذا المركز بعد زيادة احتياطي الذهب بنسبة 44.64% طن على مدار العام الماضي، ليسجل نحو 125.55 طن. انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا في نسخته 31. يحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والأفريقية والجهات ذات الصلة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات الصيانة وعمرة الطائرات. بنشتغل في جميع الديستنيشن في غرب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي جنوب الصحراء. إن شاء الله نسقنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران، إن شاء الله هيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس، عشان نرتب إزاي نعرف نتعاون وننمي قدراتنا في أفريقيا، وهم ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم، يكتسبوا خبرات مننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي. حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم، المنتظر إن شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود 4-5% خلال الفترة القادمة، الفترة القصيرة القادمة لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر للطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطردة في حركة الطيران. بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا. مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات، سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك، وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوي بالتعاون مع مصر وبالتعاون مع شركة مصر الطيران، ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات. هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيق أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في مصر. شركة مصر الطيران للصيانة فهي هي شركة معتمدة دوليا، وهي بتقدم أعمال الصيانة لأكثر من 136 شركة حول العالم. هي تواجدنا في أفريقيا وتواجدنا في أوروبا وتواجدنا في أكثر من مكان بنقدر نقدم خدمات الصيانة لشركات كبرى، وده معناها ان الشركات كبرى زي شركات سعودية، شركات أردنية، شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال الصيانة، بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال الصيانة. معناها ان في ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر للطيران للصيانة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمؤشرات عربية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.05 تريليون. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 4280 نقاط. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط رغم وجود مؤشرات على انتعاش الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 13% لتصل إلى 79 دولار و84 سنت للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53%، مسجلة نحو 73 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 32
0.1% لتصل إلى $2.71 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.66% لتسجل نحو $2.39 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في أسواق المال الخليجية تباين أداء المؤشرات عند الإغلاق مع ارتفاع معظم الأسواق مدعومة بصعود أسعار النفط. وفي أبو ظبي ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.7% مسجلا مكاسب لسادس جلسة على التوالي، كما صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5% مواصلا ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي، كما زاد مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.5% في المقابل. تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية بنسبة 0.3%، كما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.2%. كشفت شركة ديل للتكنولوجيا عن اعتزامها تسريح نحو 5% من قوتها العاملة أو 6600 موظف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. تعد ديل أحدث شركة في صناعة التقنيات تعلن عن تسريح العمال، وسبقتها كل من شركتي بايبال وورك داي، حيث أعلنتا أيضا عن سلسلة من خفض الوظائف الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تسريح 7% و3% من القوى العاملة لديهما على التوالي. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة.